ومعنا مباشرة من غزة محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. مرحبا، أهلا وسهلا بك أنت معنا مباشرة عبر الهاتف. كيف هي الأوضاع بعد هجمات الكيان الصهيوني في جباليا؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية في مجزرة الآن في منطقة شمال قطاع غزة، حيث يستهدف تجمعا سكنيا، ويوجد بداخل هذا التجمع عدد كبير من المواطنين يستهدفوا بالطائرات الحربية، وللأسف الشديد طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية يعني يصعب عليها الوصول إلى هذه المنطقة نتيجة تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا نتيجة أن طواقم الدفاع المدني قد منعت بشكل كامل من أن تقوم بمهامها، ولذلك نجد أن الواقع هناك صعب جدا ومأساوي، وهناك مناشدات من المواطنين بضرورة التدخل يعني لإنقاذ هؤلاء الأبرياء المواطنين، لكن يصعب علينا حقيقة العمل في ظل هذه الظروف وفي ظل التهديد الذي تقوم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وإذا قمنا بالذهاب إلى هذه المنطقة مع العلم أن هناك عدد من طواقمنا ما زال موجود في منطقة شمال قطاع غزة، وهناك عدد آخر تم سجنه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرين أيضا تم تحويلهم إلى منطقة مدينة غزة، والآن الواقع هناك كارثي، لا يوجد أي خدمة طبية، لا يوجد دفاع مدني، لا يوجد كوادر طبية، وبالتالي نتحدث عن كارثة حقيقية. المواطنين يصرخون وينادون الآن ويتواصلون مع طواقمنا، لكن للأسف لا نستطيع الحركة حتى هذه اللحظة، والطواقم أيضا محاصرة في مستشفى كمال عدوان وموجودة لكن في منطقة بيت لاهية. لو سمح لنا الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى هناك، من الممكن أن نذهب ونبدأ بعمليات الإنقاذ وعمليات انتشال المواطنين، لكن حسب الواقع الآن والواقع الموجود هناك صعوبات كبيرة، غير قضية أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ويحاصر ويقتل. هل لديكم أرقام أولية سيد محمود بصل عن عدد الشهداء والجرحى الذين ارتقوا؟ هو في هذه المجزرة هناك يعني الحديث عن أكثر من 150 مواطن ما بين شهيد وما بين جريح في هذه المجزرة، وهذا حسب المواطنين الذين يعني وصلوا إلى مستشفى العدوان، وهؤلاء الذين أفادون بهذا الأمر، حيث أن عوائلهم موجودة داخل هذه المباني، وتم استهداف 11 منزلا في هذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والحديث الأول على أن هذه المنازل كلها مأهولة بالسكان، ويوجد بداخلها أيضا نازحين، وبالتالي حتى اللحظة لا نستطيع تحديد كم عدد الشهداء وكم عدد الجرحى، لكن بالإجمال نحن نتحدث عن 150 مواطن ما بين مفقود وشهيد وجريح، عدد منهم وصل إلى مستشفى كمال عدوان، نقلتهم العائلات ونقلهم المواطنين عبر الدواب أجلكم الله، وأيضا إلى هذا المكان، وأيضا حملا على الأعناق تم نقلهم من قبل المواطنين، لكن للأسف الشديد لا تستطيع حتى الفرق الطبية المتواجدة في منطقة مستشفى كمال عدوان أن تقدم الخدمة إلى هؤلاء الجرحى نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمقدرات، وأيضا نتيجة الحصار المفروض، وأيضا هم لم يسمح للطواقم الموجودة في مستشفى كمال عدوان أن تذهب إلى هذه المجزرة. هذا المنع سيد محمود، كيف تتعامل الآن طواقمكم بعد هذه المجزرة بالنظر إلى استهدافكم المباشر من قبل الاحتلال؟ هو لا يوجد الآن أي طواقم دفاع مدني تعمل على أرض الواقع، الطواقم الآن منعت بشكل كامل من أن تقوم بمهامها، رغم أن الطواقم موجودة الآن في منطقة شمال قطاع غزة، لكن يمنع عليها أن يعني أن تقود المركبات وتبدأ بعمليات الإنقاذ والانتشال. الاحتلال الإسرائيلي كان صريح بالأمس وقال أي موظف أو أي أحد من طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية يقوم بقيادة المركبات التي تختص في مجال الإسعاف والإنقاذ سيتم استهدافه وقتله، وهذا كان تهديد صريح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبنا أيضا بالخروج من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب وترك المركبات على الأرض، وهذا طبعا بحد ذاته هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك صريح للقوانين الدولية، وهذا هو الواقع الموجود الآن يعني في قطاع غزة، وخصوصا في منطقة شمال القطاع، وأيضا هذا غير المجاعة الموجودة هناك، وغير الواقع الصعب والمأساوي، وغير المناطق التي تستهدف الآن
في منطقة بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون والمدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة من استهداف هذه المنازل واستهداف تجمعات المواطنين. وهناك أيضا الكثير من المناشدات التي وصلتنا من بيت لاهيا وتفيد بوجود جرحى متواجدين على الأرض وداخل المنازل، لكن يصعب علينا وعلى الفرق الطبية يعني الدخول إلى هذه المناطق نظرا للتهديد الإسرائيلي بمنعنا من القيام بمهامنا الإنسانية. هذا هو المشهد وهذا هو الواقع الموجود الآن في منطقة شمال قطاع غزة. نتمنى أن يتم تجاوز هذا الواقع الصعب الذي تعيشونه. هو سيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أشكرك جزيلا الشكر على كل هذه التفاصيل التي قدمتها.